السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق فريق الأهلي السعودي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع بين فريقي الأهلي السعودي وفريق العين السعودي في المباراة التي يسعى بها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل للدور القادم، ويسعى فيها فريق الأهلي للفوز من أجل المنافسة على لقب البطولة. كل ما عليكم قبل المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة، حيث سننقل لكم المباراة الهامة التي ينتظرها محبي وعشاق فريق الأهلي السعودي، والتي تجمع بين الأهلي السعودي والعين السعودي في مباراة الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام في ملعب مدينة الملك سعود الرياضية مع الفريق الأهلي السعودي، وستذاع المباراة عبر شبكة القنوات السعودية في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هذه المباراة المهمة التي تجمع بين الأهلي السعودي والعين السعودي، يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل للدور القادم، حيث يقدم الفريقين مستويات متواضعة في الدوري المحلي، وخاصة بعد الصفقات القوية التي أجراها فريق الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية. فيحتل الفريق الأهلاوي المركز السادس في الدوري المحلي برصيد 12 نقطة، مباراة على الأوراق في متناول الفريق الأهلاوي. يستطيع كلا الفريقين تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل للدور القادم. استعدوا الآن، ستنطلق المباراة بعد قليل، ومن الممكن متابعة المباراة أيضا عبر القمر السعودي المفتوح عربسات عبر الترددات المعروضة على الشاشة، وعبر قمر النيسات عن طريق القنوات المدفوعة مسبقا. ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة المهمة لفريق الأهلي السعودي والعين السعودي على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر لهذه المباراة المهمة. فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.